شكرا لكل شيء لحضراتكم. الحاجة المهمة في حياتنا هو الوقت، هو الغالي، إذا ما نضيع لكم شهد الوقت. عندي كذا 20 دقيقة على ما فهمت. الموضوع ديالنا هو كوبرنتيس، وماشي كوبرنتيس فوقاش خاص تستعملوه، ولكن كوبرنتيس من ما خاش تستعملوه، من ما يفيدكش والعكس يقدر يضرك. طيب عبد ضعيف، عندي شي تجربة مع دوكر سوار نوماد شي عامين 3 سنين، وعندي 5 سنين ديال كوبرنيتيس فوق ظهري كيوزر ادمنستريتور مينتنس، والحاجه زوينه تريننج انستراكتور، زعما الناس تيخلصوني باش نعلم لهم كوبرنيتيس. وهذه الحقيقه خدمه زوينه، يعني شفت اكثر من 150 بنادم و 60 شركات، مشيت في 3 بلدان، يعني عرام ديال التجربه جمعتها وبغيت نعطيها لكم فهاد 20 دقيقة. فبركة من الحضرة اللي تيشرف تيبغي يمشي نيشان عشان الآخر، أنا أعطي لكم الخلاصة فهاد السلايد هذا باش من بعد تيلا ما عندكمش الوقت ترجعوا ليه من بعد. المهم كوبرنيتيس مزيان، شرط واحد إلى حاولتي كل شيء قبل منه. إلى حاولتي infrastructure as a service، container as a service، platform as a service، ولا كيما شفنا functions as a service، يعني kind of serverless. الا ما لقيتي هادشي كامل، ما وصلتيش اليوز كيس ديالك، عاد خلاص في كوبرنيتيس وتعلم وتعلم، لان هذا هو الموتو مع كوبرنيتيس، باش تعلم خاص تعلم. دونك علاش مزيان كوبرنيتيس من غير هذا اليوز كيس اللي حتى واحد ما عنده؟ مزيان حيت تقدر تقول ايه لكل شيء، اي حاجه بغيتي ديرها ممكن ديرها بكوبرنيتيس الا عندك الوقت والجولانغ والفلوس. علاش مزيان اخر الا بغيتي بنادم يشوفك كواحد الخبير، لان تيبغي شي مرات يكون يحس براسو خبير، فمع كوبرنيتيس الناس يبقاو يقولوا ما شاء الله هذا راه عارف شنو حنا ما تنفهمو والو في هذا الشيء. ولا الا بغيتي الفلوس، كاين الفلوس بزاف في كوبرنيتيس، كلشي كلشي اللي خدام في الكلاود وفي كوبرنيتيس يقدر يقولها. الا ما كانش هادشي الهدف ديالك من هاد الثلاثه اللي قلنا، نشوفوا البديل وكيفاش نعيشوا بالفوائد ديال كوبرنيتيس بلا داك الالم، ونشوفوا شي شويه ديال لي ميم ان شاء الله، ياك باش نضحكوا شويه. يلا فقبل ما نتعمقوا في علاش وكيفاش، نشوفوا بعدا الكونتكست. فالكونتكست هو داك ديال كلاود نيتيف اركيتكتشر، وما نكذبش عليكم، كلاود نيتيف والاركيتكتشر بحال واحد البلاصه، عرفتي ديك البلاصه حاشاك لي كلشي عنده في دارو، كلشي عنده في الاوفيس في الكومباني، ضروري بها، ما تقدرش تعيش بلا بها، ياك كل نهار، ولا ما تقدرش تمشي سيمانه كامله وما غاديش حاشاك المرحله، ياك. فهاد كلاود نيتيف ولا البلاصه الوحيده فين الناس تفكروا فيها من تيقولوا يلا نلوحوا الكود، يلا نلوحوا ابليكيشن، يلا نلوحوا السوفتوير ديالنا، فين نديروها؟ يلا طلع لنا شي كلاود اسيدي. ها وهاد الكود كيفاش يبقى نظيف وكيفاش يبقى في الامان؟ فحنا هادشي تنديروا حنا صحاب كلاود نيتيف، تنخليو الكود نقي ونشط ومريح فواحد البلاصه، ياك. وهذيك البلاصه حتى واحد في الحقيقه في الشركه ما بغى يهضر عليها، حتى واحد ما قال ما عمرنا ما طرف عرفتي شنو يو نو وان، حنا خبراء في اللوجيستيكس، ياك حنا خبراء في اللوجيستيكس، وعرفتي علاش حنا رقم واحد ورقم الاول؟ حيت عندنا كلوستر كوبرنيتيس. عرفتي انت ما عندك كلوستر كوبرنيتيس الكومباني ديالك مشات فيها، حتى واحد ما قال هادشي في البيزنس موديل ديالو، ما عمري ما سمعتها في البيتش. اوكي باش نكون صراحه، هذا هو الكونتكست. تما هنا هادشي اللي تنلعبوا فيه. دونك شنو هو بالضبط كوبرنيتيس بلا ما نبقاو نخسروا الهضره؟ دابا تتمشي تدخل في لادوك، وشنو تتلقى؟ تتلقى واحد الكونتينر، تقول انا تنعرف كونتينر يعني بصح، ومن بعد تقول ولكن كوبرنيتيس خاص ليه شنو؟ خاص ليه كونترول بلين، ولكن الكونترول بلين مخلط فيه هذاك كور دي ان اس و اي تي سي دي و سكيدولر، وفيه في لي نود كاين كيوب بروكسي و كيوب ليت. اوكي نتعلم هذاك الشيء، وتتعمق وتتزومي في هذيك لادوك، وتتلقى بان راه ايفنت دريفن واخا و اسينكرونس و ايفنت كونسيستنت، وتقول كيفاش نستعمل هذا الشيء كامل. واحد تيقول لك راه ساهل اخويا، تعلم شويه ديال اليامل، ياك انت تعرف اليامل، تبقى تشوف هذيك اليامل تبدا هكا وتيسالي 2500 سطوره، وتتقول واقيلا الى صبرت ودرت هادشي كامل، واقيلا نقدر ندير كلشي اللي بغيت وانا مهني مع كوبرنيتيس، ياك
ايوا لا سيدي، كوبيرنيتيز انت تبدا به في الدوكيومنتيشن مازال ما درتي تنص، هذاك الشيء الاخر كامل اللي خاصك دير في كوبيرنيتيز راه مازال ما تيقولوا لك، ما تيقولوا لكش خاصك نيتورك لايبراري، وعندك 25 سيليوم كاليكو ويف فلانيل، شنو هي تختار؟ حتى واحد يقول لك فين اللي تختار. خاصك نيتورك ستوريج الا بغيتي هذاك اتش بي في سي، الا بغيتي نيتورك ستوريج ديال بصح ستيتفول سيت، حتى واحد ما تيقول لك شنو دير، واش دير كلاستر افس، واش دير سيف، الله اعلم شغلك هذاك. من بعد خاصك سيكوريتي، لان في كوبيرنيتيز اي بود يهضر مع اي بود، والنود يهضر مع البود، كلشي تيهضر مع كلشي في الاول، دونك خاص دير باوندريز سيجمنتيشن نيتورك سيجمنتيشن. خرج نيتورك بوليسيز دابا، ولا دوك تقول لك حتى كنا تنديرو بي اس بي دابا يتسمى او بي اي اوبن بوليسي ايجنت، ولكن من دابا عامين عاد تعاود هذيك اليامال ديالك. ومن بعد في حقا ديبلويمنت خاص دير جيت اوبس، عندك دير كيوب كيتل ماشي مزيان، جيت اوبس كلشي في الريبوزيتوري، وانت ندخل ارغو سي دي ومدخل سيرفيس ماش، ومشات 3 شهور ومشات 6 شهور والبيزنس تيقول فين هذا الرجل وفين هذه الشركه وفين هذا البيزنس اللي قلنا نديرو. فهاد المشكل هذا هو الحقيقه ديال كوبيرنيتيز اللي الناس تيتعلموا من تيجيو عندي. فنعطيو لكم ثلاثه ديال الحالات يوز كيسز ياك اللي حقيقه بلا ما تصدع راسك مع كوبيرنيتيز. الاول الا عندك الا ما عندكش كونتينرز ما عندكش مشكل ديال كوبيرنيتيز، وبصح كاين شي خدامي ما يحتاجوش كونتينرز، بحال دابا اللي كنتي خدام في ستريمينغ فواسيغ اي بي ولا جيمينغ، هما تيبغيو بيرفورمانس، بغاو نيتوركينغ نيتورك لاتنسي تكون صغيره صغيره صغيره، اذا تيحيدوا كلشي وتيمشيو في هذيك 0.5 ديال النيتورك اللي يقدروا ياخذوا. الا كذلك كنتي تدير كنتي في واحد المختبرات ديال ام ال ترينينغ ديال المودلز ياك، خاصك جي بي يو عامر، عندك 100 ديال الجي بي يو تما في هذيك البير ميتال، ما خاصكش كونتينرز. ولا تدير لا قدر الله ماينين ديال بيتكوين، ما خاصكش كونتينرز. ولا الثالثه الى مثلا عندك ديسكتوب ياك، تشيبي هذاك ريتش كلاينت ولا ديسكتوب داونلود، حتى واحد مسوق في الكونتينرز في هادشي. اذا ما عندكش كونتينرز ما عندكش كوبيرنيتيز. يوز كيس ثاني اللي ما محتاجش كوبيرنيتيز هي عندك كونتينرز، ولكن هاد الكونتينرز ما تيطرى لهم حتى حاجه في حياتهم. مساكن عندك ديبلوي ولا جوج في الشهر، ولا هذيك لابليكاسيون ديالك حتى واحد ما تيمشي ليها من برا، اي الناس ديال الشركه اذا كانوا 50 ولا 500، اذا ماشي شي حاجه كريتيكال اللي خاص ليها 100% ديال التايم، والحقيقه ما كاينش 100% التايم، لكن 99 فاصله شي حاجه واخا. ولا ماشي كود لي ديما عنده ترافيك هاكا غالي بشويه، ما كاين ما عمرك ما تلقى داك السبايك ديال بلاك فرايدي ياك، اذا علاش تصدع راسك بالاوكستريشن، علاش تصدع راسك بالاوفر انجينيرينغ؟ علاش هذا راه خذ راسك واحد الكاس واحد كونتينر از ا سيرفيس، انت هاني هاني. ولا عندك مثلا كافكا تاخذ منه المسيجز اتس اسينكرونوس ياك، ماشي انتراكتيف ماشي سينكرونوس، اذا ماشي مشكله تقدر بشويه عليك تستعمل كونتينرز بلا ما تستعمل كوبيرنيتيز. هذه هي الثانيه. نعطي لكم الثالثه، من خدمت عامين هذه في ستارت اب، ستارت اب عرفتي هي براسها باس ياك، بلاتفورم از ا سيرفيس، فباركم كانوا في سيرفرليس، فباركم كانوا في بين ستوك في اي دبليو اس، فباركم كانوا خدامين بسيمفوني بي اتش بي، عادي. لان ستارت اب مين تاخذ واحد 10 مليون دولار ولا 20 مليون دولار خاص تمشي الماركت فيت، خاص تطلع ل كي سميتو هذيك الماركت شير، خاص تقلب على سيلز، خاص تقلب على كلاينتس، اوكي ما خاصش تقلب على تجيب معها 10 ديال الناس وهذوك 10 ديال الناس يتعلموا كوبيرنيتيس عام عامين، وفي الاخر يشوفوا بان ما في الحقيقه ما تجيبش الفلوس، واما يجيهم المل ولا يجيهم القنط ولا يديروا بناقص ولا يديروا بيرن اوت، فهمتي؟ يعني ستارت ابس واللي عندهم بروتوتايب ولا عندهم واحد البلوغ وبروتوتايب واي كوميرس ولا اي حاجه اللي صغيره وتتبدا ما محتاجينش سكيل، سكيل راه مشكل ديال البنادمين اللي لاباس عليه، اوكي؟ دونك يبقاو بالمونوليت ديالهم ولا يبقاو بسيرفرليس ولا يبقاو مانج ايفريثينغ ولا باس عليهم، اوكي؟ نعطي لكم الرابع، الرابع هو داتابيز ولا داتابيز. الاول اللي ذكر لينا داتابيز في داتابيز في الكونتينرز راه خاص يفهم مزيان بان راه ما تيجي والو
ستيتفول سيت راه شي حاجه اللي كاينه ولكن ماشي حيت كاينه تقدر تستعملها في اي حاجه، لان المعطيات في الداتابيس ديالك راه شي حاجه مهمه جدا. الى مشات ولا هربات ولا تسرقات، كيفاش هتولي الشركه، كيفاش هولي الكليان، اديك عند المحكمه، اديك عند مع الاداره يكون شي مشاكل، ولا تمشي تقلب على محامي، اياكم تلعبوا مع الداتابيس ديال الناس. راه هذه واحد التجربه، واحد المرة سمتها أليس جولفرز، هي SRE Site Reliability Engineer، كانت في جيتهاب نقاش، هي براسها حاولت تضغط واحد كاساندرا أخرى، كاساندرا واحد Vertical Column Database في Containers، وسنين هي تديها في جيتهاب، ولكن قالت لنا في ذلك الميتال، قالت لنا إلا ما كنتوش بحال جوجل ما تحاولوش ديروا Containers والداخل فيهم Database. أوكي؟ أياكم أياكم، علاش ما تجيبوش واحد دي بي اي داتابيز ادمنستراتور ويفسر لكم كيفاش تخدم، كيفاش تخدم مزيان، وكيفاش يعني كل شيء موجود، تولينغ موجود، ميتشر، ما كاين حتى شي حاجه تختار، ماشي تجيب اوراكل وتدخلو في الكونتينرز ديالك. لاس طومبي، هذاك الشيء ماشي ماشي يوز كيس كاع ديال كوبيرنيتيس. واخا، فدابا عطيت لكم الرعاه ديال النقلات ديال التقنيات. اوكي، فدابا بغيت نكمل بواحد النقطة اللي ماشي تقنية ولكن اللي راجع على الإنسان، والإنسان حتى هو يقدر يتحرك ويتقاس بسبب كوبيرنيتيس. فبعض الشركات ما مستعدينش للديفوبس، ما مستعدينش للماتشوريتي ديال الديفوبس، ما مستعدينش بسبب الثقافة ديالهم ولا يعني الأفكار ديالهم باش يخدموا بعضهم بعض. وكوبيرنيتيس ضروري خاص سبورت من فوق، من سي تي او سي او حتى لتحت، حتى لهداك ديفوبس جاي اللي يبقى يدير مسكين، يبقى يحرق حياته ويبقى ستريسي الا ما كاينش هاد السبورت، الا ما كاينش هاد الكولتشر، هاد الثقافه ديال بلايمليس انجينيرينغ، مسكين يتحرق. اذا هاد الالم ماشي مشكل، نقدروا نخلصوا شي ناس انفوجيرونس، نخلصوهم باش نقول لهم ماشي شغلكم هذا، تنخلص لكم 1000 ولا 2000 دولار باش تعطوا لي واحد كونتينرز مزيانين ولا ابلكيشن مزيانين، شغلكم نتوما لا ستراند ديروا كلشي راسكم. هذا هو المشكل. المشكل هي تسمع بزاف الصداع، وما بغيناش الصداع في واحد الشركه اللي اصلا تتسنايت تبدا مديبزي. ثاني حاجه لانساني اللي الناس ما مستعدينش لكوبيرنيتيس، هي كوبيرنيتيس واحد الايكو سيستم. الا مشيتي لاندسكيب ديال سي ان سي اف، عامر بحاجه زوينه جديده، حاجه اللي عاد بانت، وحاجه اللي ملايحه من واحد طرف ستارت اب واعره، وانت بغيتي تجرب، وانت تبغي تجرب ديما، وانت تبغي الهايب، وتبغي داك الشيء اللي تيبري، وتتبقى تبدل وتتبقى تحاول. وماشي هكا اللي تنديروا انفراستراكشر. انفراستراكشر خاص تكون بورينغ، خاص تكون هذاك الشيء ناضي، ما تتحركش، ما فيهش شك، ما فيهش المفاجآت. فإلا انت هذاك كيفاش تدخل القرارات، على تدخل شي قرار ديال عامين، 3 سنين، 4 سنين، كل عام تتبقى تبدلو، هاد الشركه هو الفريق وانت براسك ما موجودش الكوبيرنيتيس ناقص. واخا، دونك هاد عاوتاني خاص بني يكون صراح مع راسو، يقول واش انا نقدر ندير شي بنش مارك مزيان، ونفكر مزيان، ونحاول ناخذ القرار مزيان لمصلحتي ومصلح الشركه ومصلح يعني المستقبل ديال هاد اليوز كيس ديالنا، ديال الابلكيشن ديالنا. ماشي كلشي اللي يقدر. كما قلت عاد دابا، المشكل الثالث ديال الانساني اللي في كوبيرنيتيس واللي يخدم به هو المفاجات. بنادم تيبقى ديما يتفاجأ، تخبرك بان كل عام خاصك 4 ديال ابغريد، كل 3 شهور خاص ابغريدي كوبيرنيتيس بالسيف عليك، ولو انت ما عندكش بيرز فيتشرز مزيانين، الفلوس خدام، ولكن هذا كوبيرنيتيس السوبورت ديالو على 3 ديال لي فيرسون 3، يعني كل 3 شهور خاص تخرج تخرج وحده، انت خاص دير ابغريد. ابغريد فيه المفاجات، اوكي، فيه المفاجات، فيه بريكينغ كومباتيبيليتيز، فيه الاي بي ايز تيبدلوا الفيرجن، تيبدلوا السميه، وهذاك اليامل اللي كتبتي بيديك وتا واحد ما بغى يكتبو خاص تعاود دوز عليه. واخا، والمفاجات بعد مفاجات بعد مفاجات، كل مره تيخلق واحد احساس غريب، كلشي تيبقى يشوف فيه. المره السيرفيس طاح، يعني واش تيدير هاد صاحبنا، واش ماشي كان خلصنا عليه سيرتيفيكيشن، واش تيدير، وماشي مزيان، ايه خرج هذاك، راه كاين اللي تيعرف كوبيرنيتيس احسن منه. الا انت مشيتي
كل صبحتي وخرجتي من الدار باش تمشي للخدمه وتتقول يا ربي شنو يطرى لي اليوم. يمكن كوبرنتيس ماشي الميدان ديالك وماشي اختيار زوين في هذا الوقت ديال الكاري ديالك. اوكي هذا مهم جدا. ولو عندك هذا السبورت ولو عندك هذا الشيء كامل وهذه القرارات وانت عندك المايند سيت موجود والثقافه موجوده، فيكون في خبرك بان كوبرنتيس راه تدبز كل نهار مع سيرفيس ميش، مع اوبزرفابيليتي، تدبز مع اوتو سكيلينغ، كلاستر اوتو سكيلر، بزاف الحوايج تيطراو. وشي مرات تيمشي حتى البيلينغ تيطير، تتصدق لها غدا تصبح تكون عندك 50 مليون 50 دولار 50 الف دولار ديال بيلينغ، تقول شنو طرا لينا. وهي واحد الكونترولر اللي شي واحد لاح بقى تيضرب الفليبودز وهداك الشيء طار، وبسم الله الرحمن كيفاش نديرو. دونك خاص المانجمنت يعطي الوقت، يعطي الراحه، يعطي السبورت. اوكي الا كان هادشي كامل نقدروا نلوحوا واحد الفريق ديال الشهداء مستعدين باش يضحيوا بحياتهم، يضحيوا بالدم ديالهم ويبكيو، ويمشيوا بالاوبيريتورز ديالهم، يمشيوا بالفيليرو، يمشيوا باللينترز، يمشيوا بالكاوس انجينيرينغ، ويمكن يقدروا يتحكموا في هاد كوبنشتاين. يعني تنسميه كوبنشتاين ماشي كوبنشتاين. الا ما فيك ما دير هادشي وما تمشيش الحرب كل سيمانه ولا كل شهور في هذيك الابجريد، بلا ما تصدع راسك بكوبرنيتيس كلاستر. واخا هذا مهم جدا. فباش نحبسوا ونساليو بواحد النقطه ايجابيه، نقدر نقول لكم بان كاين حتى الحوايج فين كوبرنيتيس يقدر يعجبك ويعاونك. كما قلنا في البدايه، هي الا بغيتي تكون مشهور، الا بغيتي تكون انت هو سيد هوم، الا بغيتي انت تكون هو تدخل في البيت وتدخل في البيرو وانت تخليو لك الكرسي الكبير وتقول لي اجي تفضل السي سي كوبرنيتيس، الشيخ ديال كوبرنيتيس ديالنا، مرحبا قول لنا شنو كاين، شنو كيفاش نديرو. فمزيان بنادم تيمشي يدوز سيرتيفيكيشن وتيبان تبارك الله عنده واحد القيمه وتيلوح هذاك الشيء في لينكدين، علاش لا؟ كاين ناس اللي مستعدين باش يخلصوك بزاف على هاد العلم وعلى هاد الهضره وعلى هاد المشوره معاك. انت شوف، الى ما عندك مشكل مع الديسكومفورت، الى ما عندكش مشكل مع داك الالم، الى ما عندكش مشكل مع كونتينيوس ليرنينغ، بسم الله راه واحد البلاصه زوينه. دابا بنادم كيدخل في كوبرنيتيس في ريزومي في السي في تلقى شي واحد اللي يخلصو تبارك الله. هذه النقطه الاولى الايجابيه. النقطه الثانيه اللي تعلمت بعد 5 سنين ديال كوبرنيتيس ودوكر سوم، هي ماشي ضروري باش انت تبدل الحاله ديال الشركه، ماشي شغلنا حنا الحاله ديال الشركه. عندها مولاتها كوبرنيتيس واحد العمل اجتماعي، ماشي انا يكون عندي الحق بوحدي وكل شيء مكلخ. لا، شي مرات الشركه تدير اختيار خايب، تختار شي حاجه ما صالح ليهاش، واش مشكل؟ معليش، انت بعدا عطيتي الداتا وخديتي القرار، قلت لهم ها شنو كاين. الى السيتيو جا لا قال لك لا انا نخلق منه كوبرنيتيس، راه مشيت لهذيك بيتي ديجوني ديال جوجل وقالوا لي كوبرنيتيس هكا ونعاونوك ونعطيو لك 60% نقصوا لك الى بقيتي معنا 3 سنين مع كوبرنيتيس، جي كي اي دابا تشوف انت الله فيك. راه صافي خدا القرار، شنو دير؟ اما تخرج مع جوج الحال، تمشي تقلب على بلاصه اخرى، اما تصبر. ومعليش، لان بنادم يكون يدير خطا جماعه احسن من ما يبقى يكون عنده الحق بوحده. دونك هذاك ديفوبس كولتشر والثقافه ديال الشركه الجداد كلاود نيتيف، هي درتي شي حاجه مزيان، درتي شي حاجه خايبه درناها جماعه، ماشي انا البطل وهما المكلخين، ماشي هكا انت تخدم الشركه. اذا مزيان نفهموا هذه النقطه وما نحاولوش نديروها كواحد مهمه، لان حتى واحد ما فهم وكل شيء خاص يرجع دوكر سوارم. حقا سيتيزن بانك رجعت دوكر سوارم في 2019، ولكن ماشي نبقى نقولها لاي واحد ونرميو كوبرنيتيس الى داروا شي غلط به. اخيرا حاجه المفيده يمكن هي تريننج لوب. اوكي انت تعجبك تعلم، تعجبك ديما تخد المعلومات وتجرب شي حاجه جديده، وما تعجبكش تقنط مع في ام وير ولا شي حاجه اخرى، ولا بروكس ماكس ولا شي حاجه اخرى، صافي راه ما كاينش شي حاجه جديده فيه.
فبارك من تنعطي هكا تريننج تلقى 50% او اكثر راه هما عندهم كيبيرنيس في برودكشن راه موجود اما لاحوا هكا ما خبرهمش شنو يطرى لهم ساكن ولا شي واحد دارها ومشى وخلاهم بلاش دونك تيجي وتيطلعوا في الطيارات تطير وتيقولوا لهم هاك شد فولا دخل الكوكبيت يلا هبط لينا الطياره دابا هما عاد تيجيو عندنا تيقولوا عارفه كيفاش نديروا شنو هاد السيرفيسز واش السيرفيس ديال دوكر فهمت نقول لا ماشي هذاك وهذاك الاخر وعاد تيبقاو هكا 3 ايام 4 ايام 5 ايام تيعرقوا وتيتعصوا بحره وتيطلقوا واحد الفلوس بحره باش يطمئنوا ويحيدوا بعدهم بعدا هي ديك الخلعه دونك تريننج لوب راه مزيان تقدر تستفد منها معليش كاين النشاط في داكشي وتتعلم عاوتاني من اليوز كيس ديال كلشي تعلمت من الناس اللي خدامين في الجيش تعلمت من الناس خدامين في النيوكليير تعلمت من الناس خدامين في الجدرميه كل واحد عنده يوز كيس ديال كوبيرنيتيس والحاجه اللي تعجبني انا هي 30% في الاخر ديال الفورماسيون تيقولوا واقيلا السجال الواقيلا نجربوا دوكر سوان قبل ياك بلا من زعموا مباشره الكوبيرنيتيس هكايا تنعرف لان راه فهموا شويه الموضوع وصافي هادشي اللي عندي في الهضره اللي بغيت نقول لكم هي حياتكم في التيك راه شي حاجه ولكن حياتكم ديال بصح راه مهمه جدا ديما بنادم يخلي راسو في قلبه وفي راسه وفي وقته العائله والاسره يعني الاسره والاصدقاء ولا ما عندكمش كاين كوميونيتيز واعرين بحال جيكس بلا بلا ديفوكس ديما بنادم يبقى يندمج مع هاد الناس راه فيهم يا خير وسيان كوميونيتي ديالنا ديال كازابلانكا كاينه ديال كوبيرنيتيس راه حتى هي ما شاء الله تلقى السبورت ماشي ضروري باش نبقاو بوحدنا في هذا المشكل كلشي موجود كونتينرز موجودين فاس سيرفرليس موجود دونك عندكم جميع الادوات واللي قال لكم انت مكلف ما تديرش كوبيرنيتيس نقول لي علاش لان من كلشي تيختار واحد سوليوشن انا تنبغي نقول علاش كلشي غادي هنا وخلاو وهادشي كامل وما بقاوش تيستعملوا سيرفرليس ما بقاوش تيستعملوا باس وتلقى بان بزاف مازال تيستعملوه اي هذاك ماركتينغ وهذاك يعني الضجيج اللي تيوقع تيخلينا بحال فواحد الايكو تشامبر تيخلينا تنسمعوه بواحد سميه اذا تنبقاو نقولوا صافي منها نخلق وماشي بصح وقدامنا كل اليوز كيس كاملين فشكرا بزاف صبروا شويه من دابا واحد عامين 3 سنين AI تعاوننا تقربنا للنو أوبس واخا كوبيرنيتيس يولي واحد implementation details بحال كيرنل ديال لينكس ما بقاش شي مشكل كبير ونقربوا للنو أوبس شوية بشوية بحال دابا الديفلوبرز قربين للنو كود شوية بشوية وإن شاء الله نزيدوا في value ديالنا يعني في حياتنا وإن شاء الله نستبدو كاملين اللي بغى يلقاني في تويتر وإلا كاين شي سؤال مرحبا في دي أمز وشكرا بزاف وشكرا لك أخي جلال اليوم درتي سابقة عالمية ديال سميتو ديال البريزنطاسيون كاملة طالعة بالميمز البريزنطاسيون كاملة طالعة بالميمز ضروري نضحكوا شوية أهم تيك هو هنا هي أنه الواحد ما ينجرش يعني اللي سميتو الهايب اللي كاين صحيح يفكر علاش غادي نستعمل هاد لا تكنولوجيا واش غادي تحل لي مثلا شي مشكل اللي كاين ولا غير غادي نديرها حيت الناس كيديروها وديك الساعه دقدقها وسينو الا كان واحد غيدير سيت ستاتيك غيدير عليه كلاستر ديال كوبرنيتيز خاصو عليه غسيل فندق مينتيني ما كاينلاش يعني دابا الحمد لله لي زوتي موجودين وممكن نختاروا ذا بيست تول فور ذا جوب ضروري ان شاء الله خير نتسناوك معنا في سورتي مولانا لابد